بأنغام النشيد الوطني العراقي، يواصل هذا الشاب البابلي مثل أهالي محافظته الاعتصام المفتوح حتى تحقيق مطلبهم بإسقاط النظام الذي عاث فسادا في العراق لسنين طويلة فتهالكت أوصاله. الحكومة أنتم اجيتم من وراء الحدود لسرقة البلد، لنهب البلد، لتفجير الناس، للطائفية اجيتوا، لا بنى تحتية، لا خدمات، لا قوانين، لا مشاريع، كلها عطلتوها. اجتكم اوامر، سديت المعامل، سديت المصانع، خربت البلد، دمرت الناس. متظاهرو بابل الثابتون في ساحات الاعتصام جددوا تمسكهم بمطلبهم الذي بات وحيدا وهو اسقاط النظام، بعد ان همشتهم الحكومات المتعاقبه منذ عام 2003 وصمت اذانها عن صيحاتهم واستغاثاتهم التي نادت سابقا باصلاحات وخدمات فقدوها. وسوي إبادة جماعية، ما نرجع رجعة شنو؟ كانت عندنا مطالب مشروعة، مطالبنا إصلاحات، هاي بالبداية أول ما نزلنا، هسه المطالب اللغت، أي مطالب ما عندنا، صارت مطالبنا إقالة الحكومة، شلع قلع، اطينا دماء، اطينا جرحى. وإحنا كشعب بابلي مساندين لإخوتنا المتظاهرين بساحة التحرير، ومن هاي نطلقها، إحنا بالنسبة لنا ما نرجع لبيوتنا لبتوابيت، إذا ما نرجع الوطن إلنا. المعتصمون في ساحات المحافظة يؤكدون أن العراق بات محكوماً من قبل إيران التي زرعت لها جذوراً عميقة في هذا البلد على شكل أحزاب سياسية وميليشيات مسلحة، فبات تابعاً لها ويخضع لقراراتها في كل شيء، وأن شفاء العراق لن يكون إلا باقتلاع هذه الأحزاب والميليشيات من بلادهم. وهي العالم اتدمرت، تعبت، يعني شاب يطلع للمصدر ويرجع، يعني الشاب متأذي. شنو عادل عبد المهدي؟ شنو عادل عبد المهدي؟ عادل عبد المهدي يا اللي يحكي عادل عبد المهدي، عمي اكو حكومه غير حكومه العراق قاعد تحكم العراق. لا وجود لحكومه بعد هذا اليوم، لا وجود الى الفصائل المسلحه والميليشيات الوقحه التي عاثت بالارض فسادا، الاحزاب الذين تقاسموا الكعكه. وإلى أن تتحقق مطالب المعتصمين الحاضرين ليلاً ونهاراً في الساحات والشوارع بإسقاط النظام واسترجاع الوطن الذي سلب منهم، تبقى الأصوات والصيحات الصادقة الصادحة بالحق دائماً، الرهان الأكبر على انتصار ثورة العراقيين. ها هو ده، ها هو ده، الحل اليوم الصامت، أهل إن الملعب الميدان اليوم الحل صامت.